مساء الخير على كل متابعي تلفزيون اليوم السابع. يعني الخير في أمتي ليوم القيامة، كلمة قالها سيدنا النبي، يعني ولا زالت تتحقق في أرض مصر بكافة أشكالها. يعني إحنا دلوقتي معاكم في مطبخ الخير هنا في مدينة أليوب. مجموعة من المتطوعين والمتطوعات بدأوا في إعداد وجبات لتوزيعها على المستعففين حتى المنازل. ربنا يجعله في ميزان حسناتهم. طبعا على الرغم من حرارة الجو النهاردة الصعبة، برضو حرصوا على العمل والحضور لتوفير الوجبات. المطبخ بيوفر أكثر من 400 وجبة يوميا بيتم توزيعها على الأسر المستحقة في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك. يعني إحنا معاكم دلوقتي، العمل مستمر. يعني زي ما أكيد حضراتكم شايفين، ربنا يجعله في ميزان حسناتهم يا رب. إحنا موجودين معاكم دلوقتي من مطبخ الخير هنا في مدينة أليوب. معانا الأستاذة شيماء جمال، هتكلمنا عن المبادرة اللي وجبات للمستعففين وتوزيعها.